أنا إنجي أبو زيد، دراما ثيرابيست، حاصلة على شهادة الماجستير بتاعتي من جامعة كونكورديا بمونتريال، حاصلة كمان على شهادة اليوغا ودرسة تمثيل في نيويورك فيلم أكاديمي في لوس أنجلوس. اخترت العلاج بالدراما أو الدراما ثيرابي لأن الدراما ثيرابي it's a new approach in psychotherapy، وبنستخدم فيه أو بنستلف أدوات من التمثيل، المسرح زي الستوري تيلينج، رول بلاينج، إمباديمنت داخل الجلسة العلاجية سواء كانت جلسة فردية أو جلسة جماعية. اشتغلت في أماكن مختلفة في كندا خصوصاً في الملاجئ للسيدات اللي بيتعرضوا للعنف. استخدام الدراما ثيرابي معاهم كان للتوعية وللحماية ولطبعاً معالجة الألم النفسي اللي مرت بيه السيدات دول. رجعت مصر من 6 سنين عشان كنت حابة أن أنا أبتدي أقدم السيرفيسز دي أو الدراما ثيرابي في المجتمع المصري والمجتمع العربي. لو أنت حاسس أن عندك مشكلة في العلاقات سواء كانت علاقتك مع نفسك، علاقتك مع أهلك، علاقتك مع الشخص اللي أنت مرتبط بيه، علاقتك مع جسمك، علاقتك مع زمايلك في الشغل، وحابب أن أنت تشتغل عليها وتطور من نفسك وتفهم نفسك أكتر بس ما عندكش وقت، دلوقتي عندك 07 تقدر ان انت تعمل جلسات او تعملي جلسات من اي مكان في اي وقت على حسب السكادجول بتاعكو. فإتس جريت اوبورتيونيتي ان احنا ما نأخرش الثيرابي او ما نأخرش شغلنا على نفسنا لان دلوقتي بقى متاح ان احنا نعمله في اي وقت.